ماذا لا يتجمد البطريق؟ ما الذي يمنع تشكل الجليد على جسده مع أنه يعيش في مناطق متجمدة؟ طبعا هذا البطريق هو أحد عجائب الخلق. دعوني أتأمل معكم هذا المخلوق الذي يعيش في ظروف قاسية حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، ولذلك لابد من وسيلة يتقي بها شر هذا الصقيع. هنا نرى حيوان البطريق، سبحان الله، انظروا إلى الفراء العجيب. دراسة أمريكية أجابت عن هذا السؤال، لماذا لا يتجمد؟ توصل الباحثون إلى كشف سر عدم تجمد خلايا البطريق، فجلد البطريق له مسامات دقيقة جدا وتفرز نوعا من الزيت، هذا الزيت يغلف جسد البطريق ويمنع تجمده، سبحان الله. الباحث بيروز كافبور، أستاذ الفضاء بجامعة كاليفورنيا، يقول عن هذه المخلوقات إنها عجائب هندسية متحركة. إن ريش هذا البطريق يحتجز الهواء في مسامات دقيقة ويمنع التجمد. طبعا هم يقولون إن الطبيعة طورت هذا الكائن بهذه الطريقة المذهلة ليستمر ويبقى على قيد الحياة ويتكاثر لملايين السنين. ولكن الحقيقة أتذكرها معكم، الله خالق كل شيء.